الوقفة الثانية أن البدع انتشرت في مجتمعنا، وذلك عن طريق وسائل التواصل مما يسمى بالواتساب. أتت إلينا رسائل تقول: أنت في أول الشهر لتقل، ولا تنسى هذا الدعاء كما زعموا، لتقل: نويت أن أصوم هذا الشهر كله ابتغاء الأجر منك، فأعني فيه على الصيام والقيام. وآخر يقول: متى ما أدركت رمضان فاخلُ بنفسك واسجد لله سجدة شكر تحمد الله عز وجل فيها على إدراك هذا الشهر. من أين أتتنا هذه البدع؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى طلاب العلم المتمكنين العارفين بالدليل أن يكون لهم دور في هذه الوسائل. هذا هو واقعنا، ولا يمكن أن نفر منه، ولا يقل أحد إن أحدا يكفي عن الآخر، كلا. وإلا فإني أخشى على طلاب العلم أن ينالهم الإثم والعقاب من الله عز وجل. لما؟ لأن هذا المجتمع أصبحت هذه الرسائل تفيد إلى بيته، وتفيد إلى كل امرأة، وتفيد إلى كل شاب، وتفيد إلى كل صغير وكبير. ثم وللأسف مع كثرة الجهل وقلة العلم، إذا بشبابنا وبناتنا ورجالنا إذا بهم ينقلون كل ما يرد. ومحرم، محرم عليك أن تنشر شيئا يقال لك فيه انشر، تؤجر،